في المنافسه بشكل رحمن على بطاقه الصعود لامم افريقيا. شفنا الجهاز الفني بيدفع بست لاعبين جدد، بنشوف عمرو السوليه، بنشوف ابراهيم صلاح، بنشوف سعد سمير، بنشوف الشناوي. ايه الفرق بين ماتش بوتسوانا وماتش السنغال؟ والله بص عايز اقول لك على حاجه، هو طبعا يعني زي ما قلت لك لما الدوري بدا ولما في اربع اسابيع اتلعبت فبدا تبقى الفرصه كبيره طبعا لكابتشا وغريب وجهازه ان هو يقدر يشوف لعيبه موجوده ويقدر يشوف لعيبه، يبقى الفرصه قدامه متاحه ان يشوف عدد اكبر من اللاعبين، وده اللي احنا شفناه لما لعيبه ادت بشكل كويس طبعا انضموا للمنتخب وادوا بشكل كويس. ونتمنى ان شاء الله احنا منتخب مصر مفتوح للجميع، وقلنا المنتخب مفتوح للجميع.